عمرك ما ركزت في الدايرة؟ ما فيش ناحية أطول من التانية ولا نقطة أهم من اللي جنبها. أول ما تلف كل زاوية بتشيل اللي قبلها. قدر واحد واللي بيميزه شكلها، كبيرة أو صغيرة، كونها دايما متوحدة. وأهم حاجة إنها بتكمل بعضها، مفيش مجهود صغير أو كبير. وزارة التعاون الدولي بتكمل معاك الدايرة.